وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد أهلا بك. في البداية، يعني القمة الأولى التي عقدت برئاسة روسية مصرية في 2017 حملت عنوان من أجل السلام والأمن والتنمية، ماذا عن هذه القمة الثانية وأبرز الحضور من القادة الأفارقة والفعاليات؟ نعم محمد، أتحدث إليك من مدينة سان بطرسبرغ بشمال شرقي روسيا تحديدا، حيث من المقرر أن تستضيف هذه المدينة النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. هذه القمة التي انطلقت في نسختها الأولى في عام 2019، هذه النسخة تعد بمثابة تنفيذا لمخرجات البيان الختامي لقمة سوتشي في 2019، والتي قرر فيها القادة والزعماء في بيانها الختامي على أن تنعقد هذه القمة بشكل شبه دوري يعقد كل 3 سنوات تحديدا. اليوم تنطلق هذه النسخة الثانية بوصول القادة والزعماء ورؤساء الدول الإفريقية تحديدا، وفي صدارة هؤلاء بالطبع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في صباح اليوم توجهه إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في أعمال هذه القمة، والتي تأتي هذه المشاركة حرصا من مصر على مصالح القارة الإفريقية وما يربط القارة الإفريقية بدولة روسيا الاتحادية تحديدا، من على علاقات وثيقة، علاقات تاريخية. فالكل يعلم كيف ساهمت روسيا في دعم حركات التحرر تحديدا في الاتحاد الإفريقي أو في الدول الإفريقية. نتحدث عن قمة من المفترض محمد أن تناقش العديد من الموضوعات، ولكن إذا تحدثنا عن الموضوعات الرئيسية فسنجد أنها سوف تتمحور في 4 موضوعات رئيسية: أمن الغذاء، أمن الطاقة، وأيضا نتحدث عن التكنولوجيا وتوطين الصناعة، أو يعني بالتحديد كمان أيضا ملف الرعاية الصحية. هذه هي الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال القمة، القمة التي سوف ينعقد خلالها أكثر من 30 جلسة فرعية، بالإضافة إلى جلستين رئيسيتين. هاتين الجلستين سوف يشارك فيهما القادة والزعماء في الدول الإفريقية. بالعودة مرة أخرى عن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنحن في انتظار وصوله إلى هنا، وأنا أقف الآن من أمام مقر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ بالتحديد. ربما نحن أمام دقائق أو يعني أقل من ساعة ويصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه النسخة. إذا تحدثنا أيضا عن جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا في مدينة سان بطرسبرغ، فمن المتوقع وبحسب البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن من المفترض أن تعقد قمة ثنائية أو لقاء ثنائي ما بين السيد الرئيس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا اللقاء يتم من خلاله بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بين روسيا وأيضا بين كما نتحدث جمهورية مصر العربية. جدير بالذكر بأن هذه الزيارة تتزامن مع مرور 80 عام من العلاقات المصرية الروسية، والتي من المفترض أن يتم الاحتفاء بها في شهر أغسطس المقبل. فنتحدث ربما عن أيام قليلة وتنطلق هذه الاحتفالية الخاصة بالعلاقات المصرية الروسية، فهي علاقات متأثرة، علاقات ذات يعني جذور تاريخية. فالكل يعلم كيف ساعدت مصر في روسيا مصر في تشييد السد العالي، وأيضا إنشاء القلعة الصناعية لها في 60 القرن الماضي. وحديثا نجد أنه تم تفعيل الاستراتيجية الخاصة بالشراكة في عام 2021 من خلال تنفيذ روسيا للمنطقة الصناعية بقناة السويس تحديدا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال الروس، فضلا عن وجود روسيا في مصر في ملف الطاقة، حيث تقوم روسيا بإنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي. هذه هي العلاقة
العلاقات المصرية الروسية التاريخية. بالعودة مرة أخرى عن ملفات القمة، فمن المفترض أن يكون ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات المدرجة على طاولة النقاش، وذلك بالتزامن مع انسحاب روسيا من اتفاقية توريد الحبوب تحديدا، والكل يعلم بأن المتضرر ربما الأوحد من هذه الاتفاقية هو أو هي الدول الإفريقية تحديدا. ولكن هناك تعهدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار توريد الحبوب إلى الدول الإفريقية، وأن السبب من الانسحاب هو أنه وجد بأن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا تصل إلى نحو 70% منها يصل إلى الدول الغنية ذات الدخول المرتفع، فبالتالي لا يستفيد منها الدول الإفريقية. إذن نحن أمام قمة ربما بسبب المعطيات المفروضة على الساحة الدولية هي قمة شديدة البعد، سواء كان للجانب الإفريقي أو أيضا للجانب الروسي. فروسيا يعني تريد أن تتوجه نحو إفريقيا تحديدا، ولديها باع ولديها بعد تاريخي في ذلك تريد أن تبني عليه، وإفريقيا تريد أن تؤمن احتياجاتها من الغذاء، وتريد أن تستفيد من التجربة الروسية تحديدا وما تملكه من تكنولوجيا حديثة في الزراعة. ولدى إفريقيا أراضي زراعية شاسعة، من الممكن أن يحدث فيها تعاون ويكون هناك طفرة في ملف الأمن الغذائي تحديدا. أيضا من المفترض أن يتم دراسة عدد من الملفات أو مناقشة عدد من الملفات الهامة، انضمام أعضاء جدد للبريكس، وأيضا تشكيل عالم متعدد الأقطاب، بالإضافة إلى إنشاء بنية عادلة للعلاقات الدولية وتطوير العلاقات الاقتصادية. نحن يعني كما ذكرت نتحدث مرة أخرى من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من المفترض أن يتوجه إليه بمجرد وصوله إلى هنا إلى مدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في أعمال هذه القمة والنسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. عودة إليك مرة أخرى محمد. أشكرك جزيل الشكر أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة سان بطرسبرغ الروسية.